تزامنا مع الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، يعتزم أهالي الضحايا تنظيم تحركات طلبا لمحاسبة المتورطين. وكانت المنسقة الأممية في لبنان جينين هينس بلاسخارت قد التقت بعض عائلات الضحايا ودعت السلطات المعنية للعمل على إزالة جميع العوائق أمام التحقيق، كما ذكرت بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد وشفاف لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمحاسبة. تحل الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت وسط انسداد الأفق أمام استئناف التحقيق القضائي المعطل منذ عامين ونصف العام. منذ اليوم الأول عزت السلطات اللبنانية انفجار الرابع من أغسطس عام 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون أي إجراءات وقائية. وبعد الانفجار عينت السلطات القاضي فادي صوان محققا عدليا، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير من العام 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص. اصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها لتبدأ بعدها خطة محاصرته قضائيا بعشرات الدعاوى، مما أدى إلى وقف إجراءاته، وذلك منذ ديسمبر من العام 2021. امتنع البرلمان السابق أيضا عن رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للاستجواب، ورفضت وزارة الداخلية منح بيطار إذنا لاستجواب قادة أمنيين أو لتنفيذ مذكرات التوقيف. وفي بداية عام 2023 أعد بيطار مطالعة قانونية استند فيها لاجتهادات قضائية تفيد بأن المحقق العدلي يوازي بالدور والأهمية رئيس وأعضاء المجلس العدلي الذين لا يمكن ردهم أو مخاصمتهم. البيطار أعلن استئناف التحقيق إضافة للادعاء على النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عبيدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لعلمهما بوضع العنبر ذي الرقم 12 الذي كان يحوي نترات الأمونيوم، ليسارع بعدها عبيدات للادعاء على البيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي، حيث أصدر مذكرة لإحضاره بالقوة ومنعه من السفر، وأطلق سراح 17 موقوفا في هذا الملف. مع إحالة عبيدات للتقاعد في فبراير الماضي وتكليف القاضي جمال الحجار خلفا له، عقدت لقاءات بين الحجار والبيطار لاستئناف التحقيق، لكن معلومات تحدثت عن إصرار الحجار على إخراج السياسيين والقضاء من الملف، وهو ما قد رفضه البيطار. معي مباشرة من بيروت المحامية سيسيل روكز شقيقة جوزيف روكز أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذة سيسيل على شاشة الحدث. أهلا وسهلا بكم. يا أهلا فيك. قلت إنك سوف تقومين بتسمية الأمور بمسمياتها، إلى ماذا تشيرين؟ ما الذي يعني عنيته بذلك؟ نحن بلبنان هلأ حضرتك كنت عم تحكي بمداخلة عم بتقول أنه الدراسة اللي أعدها القاضي بيطار بتقول أنه هو لا يراد ويوازي نفسه بأعضاء مجلس العدلي. هون في شغلة في نيوانس بدي أقول لك إياها، أنه أعضاء المجلس العدلي يمكن أن يرد، وفي نص واضح بهذا الموضوع المادة 357 بتقول أنه يرد من بعد التعديل، أما نص اللي بيعين فيه المحقق العدلي ما بيقول أنه ممكن أن يعين قاضي آخر بحال تم رده، مشان هيك هو يعتبر أنه هو لا يرد مثله مثل أعضاء المجلس العدلي. المادة واضحة أنه يمكن رد، أما هو لا. بالنسبة للقاضي حجار بتكليفه كان عامل، هو عم بيقول أنه عنده تصور لحلول معينة، وسمعنا بالكواليس أنه ممكن أنه يكون بده يفصل الملفات، ما بيقدر
يقدر يفصل الملفات، لأنه هيدي ملفات محكمة استثنائية، والمحكمة الاستثنائية وفقا للقانون تضم المحاكم الخاصة التي تنظر بنفس الملف. يعني إذا كان في محكمة عسكرية صلاحية ومحكمة خاصة أخرى، كلهم بينزلوا تحت جناح المحكمة الاستثنائية المجلس العدلي بما يختص بنفس الموضوع. ما بتقدر تحاكم بنفس الجرم بثلاث محاكم مختلفة. كيف يعني إذا كل وحدة طلعت بآراء مختلفة عن الأخرى؟ هيدا جرم يعالج أمام محكمة واحدة يلي هي المحكمة الاستثنائية المجلس العدلي. طيب أستاذة تفضلي، إذا حابة تشيري لشيء تفضلي. سؤالك لألي كان بالنسبة لأنه بدنا نسمي الأمور بمسميتها. نحن بدنا نقول اللي عرقل ملف تحقيق المرفأ هن سلطة واضحة شمينية. نحن بدنا نسميهم مين السلطة يلي هي عرقلت. نحن ما عم نقول مين فجر، ناطرين النتيجة التي سوف تصدر عن التحقيق ونحترم القضاء. أما أنه يجي أشخاص يعرقلوا الملف، هو اللي معروف مننا ومعروف كيف عرقله. ونحن اليوم نهار غضب عند الأهالي. بدنا نسمي مين اللي عرقل، بلكي بحسن أدائهم وما بيعودوا يعرقلوا من اليوم ورايح، وبيعرفوا أنه نحن طيب. بدنا نوصل لهيدي مش قصة أمل، نحن عنا هدف نوصل للعدالة. العدالة هي منا شعار، العدالة هي هل الوصول للعدالة يعني. أستاذة سيسيل، هل الوصول للعدالة يتطلب تدويل القضية؟ هل وصلتم إلى مرحلة أنه بالفعل أصبح تدويل هذه القضية وجريمة انفجار المرفأ أمرا ضروريا ورئيسيا؟ نحن نثق بالقضاء المحلي، وبعدنا عند كلمتنا أنه نثق بالمحقق العدلي، إنما نطلب رفع يد السلطة السياسية عن التحقيق. نحن بالنسبة للتدويل طلبنا لجنة تقصي حقائق دولية، بما أنه دولتنا ما طلبت جنائية دولية. نحن كمواطنين اغتصب سيادة القانون، الضحية يحق لها بالعدالة. عندما تكون العدالة مش متوفرة، نحن مشان هيك هيدا حق من حقوق الإنسان، طلبنا HRC Human Rights Council مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لأنه حقنا بالعيش انتهك وحقنا بالعدالة كمان أيضا. لهذا السبب عم أسألك أستاذة سيسيل. نعم. إنه يعني بعد 4 سنوات من كل هذا الحراك اللي موجود واللي راحوا هم بالفعل يعني ضحايا ومواطنين لبنانيين، يعني ما إلهم ذنب ولا بأي شيء، بعد 4 سنين دون أي مبرر طبعا، بعد 4 سنين طيب، بعد 4 سنين من كل هذا الحراك للأسف يعني ما صار شيء أستاذ سيسيل. لذلك عم أسأل إذا بالفعل كانت إذا كان في توجه بالفعل لأنه نسقط ورقة القضاء اللبناني ونتوجه خارجا، لأنه حقوق هؤلاء بعدها ما رجعت. نحن لن نسكت الورقة اللبنانية، سوف نضغط بكل ما أوتينا من قوة أنه ترفع اليد السلطة السياسية عن الموضوع. وكمان عم نتابع بالمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما وقفنا. وكان في فترة بفولكر تيرك الأوكميسار بمجلس حقوق الإنسان عطي بيان قال فيه It is time for a serious fact-finding mission for the blast for Lebanon. بس بما أنه أحداث غزة وصلت وكانت كتير مؤسفة وأخذت الرأي العالمي، مشان هيك تأخرت موضوع المجلس حقوق الإنسان، بس بعدنا مكفيين بالخارج والداخل. بقدر أسألك إذا في تهديدات عم توصل؟ أستاذ سيسيل نعم، عم يتعرضوا لتهديد بحرب أهلية بحال يمكن الملف بده يتكفى، أو يعني مثل ما صار مع القاضي بيطار ومثل ما صار مع الأحداث اللي صارت بالطيوني، سقط الضحايا كرمال يوقفوا هيدا الملف. يعني هيدا الشيء منه مقبول بمعالجة مدينة دمرت بشكل ثواني أنه يعالجوها بهيدا الطريقة. ما بدهم يعرفوا مين قتلنا، مين فجر مدينتهم. طيب شكرا جزيلا. من بيروت المحامية سيسيل روكز شقيقة جوزيف روكز، وهو أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.